كيف يكون الحج المبرور؟ والفقرة الأخرى يقول السائل: وكيف تكون العمرة الصحيحة؟ وهل لها طواف وداع؟ الحج المبرور هو ما جمع الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من كسب طيب، وأن يتجنب هذه الرفث والفسوق والجدال، وأن يحرص غاية الحرص على العلم بصفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليطبقها. وأما العمرة فإنها حج أصغر فيها طواف وسعي وتقصير، ولها طواف وداع كالحج، إلا إذا سافر من حين انتهائها، مثل أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يمشي راجعا إلى بلده، فهنا لا يحتاج إلى طواف وداع اكتفاء بالطواف الأول، لأنه لم يفصل بينه وبين السفر إلا السعي والتقصير، وهما تابعان للطواف. نعم.